أعلمكم الزعامة وأعلمكم القيادة وأعلمكم الفن، فن القيادة. طيب أمن الشارع في شارع الستين، ليش تقطع الطريق؟ ليش تقتل النفس المحرمة؟ هذا شعاركم الهد؟ مش ان احنا نشتي سلطة، انا ارفض السلطة وسارفضها في الايام القادمة ساتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكوا المسلم، في هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سواء كانوا مدنيين او عسكريين سيمسكوا الوطن. مستحيل ان هؤلاء يخربوا الوطن. انا امشي راسي في يدي، هذا هو المشروع الحضاري، هو التمترس وقطع الطرق والخندقة. طيب قدموا انفسكم للشعب اليمني.